50 صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص و 22 عام، 5 نوادي صحافة مواطنة، حلقة أسبوعية وثلاثة روبرتاجات، ناس أخرى، بلايس أخرى، وفازات أخرى، وحكايات تتحكي في 60 ثانية. مرحبا بكم في الأخرين. عاشوراء احتفلوا بها على خاطر سيدنا الحسين توفى، ما عندهمش ما ياكلوا، طيبوا الفول، تتحضري طيبوا الفول وش اسمه والعظام واللحم والدجاج، والحوت ما يطيبوش، الضرار يجوا نهار عشرة يطيبوا شوي مش ياسر، يجوا يعطوا مقرطلات، يبدي يديروا عاشوراء طب الكورة، عاشوراء طب الكورة، خرجوا شوي فول وشوية شو اسمه بطاطا ولا شو اسمه والكفتة. نهار 11 كي يبعثوا للماليهم وحبابهم وضراريهم الكليكة يعملوا بدليف، يبدو يجروا في جرتة معاها كالضراري والكل، يبدو شو اسمه بدليف يا صاحبي رقص لي مشوار. قعدت لنا احنا عادة نطيبوا فيه في جابس، وما يطيبوها كان جابس، حتى البلدان الأخرى ما يطيبوها عشر. في مدخل معتمدية مكفر تعرضنا جينا مهجورة. نذكر اللي استعملوا فيه حديقة نتاع حيوانات، جابوا الذيب، جابوا الثعلب، جابوا الحلوف، حاجة كما هكا يكروا فيه، يكروا برشا من الناس بما فيهم القهوة هذيك، فهمتني، فضاء للعائلات، منين يجوا حتى من سليان يجوا من كسرة، فهمتني، وقت تبدا الدنيا سخونة، وعملوا البيسين هذايا، الميتور من ثم. والحوض هذاك والحوض هذا واحد يصب في واحد، حتى اللي جا هذايا والولاد يعوموا فيه، هذا الكل كانت مزروعة دليا، فهمتني، وعملوا فيها كنقطة نقطة الواحد الكاوتشويات والذو هذا الكل اللي تشوف له، فهمتني، كانت ممتازة سيدي، معناها وقت تدخل لهنا تعمل بنكي، تعمل جو على روحك، فهمتني. جنينة مهجورة، فرحت كبير وصغير وربيت برشا أجيال، زعما مش وقيت باش ترجع. وكيف الغايب على الانظار ساكن دي مقلوب الناس يناموا بالو في الخير في البعض. أيوب خلف الله، عمري 15 عام، كنت قبل نفرك الألعاب نتاعي وناخذ منها قطايح ونعم بها حاجة صغار. وعام 2016 سمعت بكلوب روبوتيك في دار الشباب بالقاط، فقررت شارك فيه باش تطور موهبتي، ومن وقتها تعلمت الكوداج وليت نخدم روبوات وحدي في الدار، وشاركت بهم في مسابقات وطنية وخلطت المراتب الثانية والثالثة، وإن شاء الله نشارك في مسابقات عالمية. هو جينيرالمون دومين الروبوتيك كاين الفلوس، معناها لازمو مصروف، لازم نشري، معناها نخصص من مصروفي باش نشري. إيه بصراحة أنا نحب نوصل رسالة للشباب، نحب نقول لهم ما تأيسوش، خاطر هو صحيح دومين معناها صعيب وجديد، ومعناها حتى كان فشلت مرة لازمك تكمل وتواصل، خاطر فشل مفتاح النجاح، وإن شاء الله ربي يوفقنا، وعلاش لا ما تصيرش عندنا ثورة تكنولوجية كما اليابان.